بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنستكمل محاضرة المينرال. اخدنا في المحاضرة الاولانية اخدنا الديفينيشن للمينرال واخدنا الكلاسيفيكيشن وشرحنا اول حاجة الكالسيوم. النهاردة ان شاء الله هنستكمل تاني عنصر من الماكرو مينرال وهو الفوسفرس. الفوسفراس يعتبر هو اغلى مينرال، اغلى مينرال، وهو المينرال اللي موجود في كل خلايا الجسم. التعريف بتاع الفوسفراس قلنا ماكرو مينرال باي فيلنت انايون. ماكرو مينرال معناه ان هو موجود في الاكل بتركيزات عالية بالجرام لكل كيلو جرام اكل، او بيعبر عنه بالبرسنتج، بخلاف المايكرو مينرال زي ما اخدنا. المايكرو مينرالز قلنا موجودة في الاكل بالميلي جرام لكل جرام اكل، والجسم بيحتاجها برضو بالميلي جرام. داي فيلنت معناه ان الابسوربشن بتاعه بيبقى قليل من الانتستين، والاكسكريشن بتاعه مالي بيبقى في الفيكال مطر، بعكس المونوفيلنت بيبقى هايلي ابسوربد والاكسكريشن مالي ثرو يورين. انايون معناه ان هو اسيدوجين. الكيميكال بروبرتيز للفوسفراس، الفوسفراس بيبقى موجود في الناتشرال فيد على هيئة فوسفيت، ديستريبيوشن اوف فوسفراس. الفوسفراس از ذا سكند مينرال فاوند ان ذا انيمال بودي. تاني عنصر موجود في الجسم بالنسبة للتركيز بتاعه. الاول الكالسيوم، يليها على طول الفوسفراس. مين اللي بيبقى 80 لـ85% of phosphorus بيبقوا موجودين في البون والتيت. يبقى اكتر عنصرين موجودين في البون والتيت الكالسيوم، 99% of calcium in bone and teeth. الفوسفراس 80% لـ85% of phosphorus in bone and teeth. طبعا اللي مدي الصلابة قوة للعظم والاسنان هي المينرال، لان الدينيستي بتاعت الان اورجانيك مطر بتبقى اعلى من الدينيستي بتاعت الاورجانيك مطر. يبقى كل ما كان تركيز الكالسيوم والفوسفرس في العظم مظبوط، كل ما كان العظم ده قوي والاسنان دي قوية. الفانكشن اوف فوسفراس، اول فانكشن الستراكشر اوف بون اند تيث. قلنا الفوسفراس 80 لـ85% اوف فوسفراس داخلين في الستراكشر اوف بون اند تيث. تاني حاجة من الفانكشن بتاعت الفوسفراس الانرجي ميتابوليزم. الفوسفراس داخل في الانرجي ميتابوليزم لانه داخل في الاستراكشر اوف الادينوزين تراي فوسفيت، الادينوزين مونو فوسفيت، اند الادينوزين مونو داي فوسفيت. الاي تي بي والاي دي بي والاي ام بي دول بيسموهم الكرانسي اوف ذا سيل، دي العمله اللي بتتعامل بيها الخلايا بالنسبه للتغذيه بتاعتها والانرجي ميتابوليزم. لذلك الفوسفراس موجود في جميع خلايا الجسم، ثالث فانكشن الفوسفراس داخل في الفوسفوبروتين والفوسفوليبيد والنيوكليك اسيد الدي ان اي والار ان اي. لذلك الفوسفراس مهم للريبليكيشن اوف سيل، رابع فانكشن فوسفراس بيبقى موجود في البلاد والبودي فلويد والرومن على هيئة فوسفيت
على هيئة فوسفيت، لذلك الفوسفراس مهم في البفر سيستم. وقلنا الفوسفراس ده أنايون، أنايون الأنايون بيميل إلى إن هو يكون أسيدوجين، يكون أسيدوجين. خامس فانكشن، ودي فانكشن مهمة جدا للرومن مايكروبس، ان هو هام جدا للريبليكيشن اوف الرومن مايكروبس، مهم للريبليكيشن اوف رومن مايكروبس. الرومن مايكروبس ديت عمرها ساعات وبتنزل تنهضم مع الاكل على هيئة مايكروبيال بروتين، التكاثر بتاعها سريع جدا، العدد بتاعها بالبلايين بالمليارات في الملي الواحد في الرومن فلويد، عددها كبير جدا زي ما قلنا بالبليون للملي. الريبليكيشن بتاعها سريع جدا، هي طبعا هي اللي بتهضم الفايبر، هي اللي بتهضم الفايبر. فلما يكون العدد بتاعها كتير، السايز بتاعها كبير، بيزيد هضم الفايبر في الرومن. الريتينشن تايم للدايجستا، الريتينشن تايم بيقل، والترانزيشن تايم اوف دايجستا بيزيد، الاكل بيمر بسرعه من الرومن يتهضم بسرعه، فبتزيد الفيد انتيك بتاع الحيوان، بيزيد الفيد انتيك اوف ذا انيمال. لذلك الفوسفراس وجدوا ان هو هام جدا للنورمال ميلك سكريشن والماسل تيشو سينثيز والايج فورميشن والافيشنت فيد يوتيلايزيشن. الافيشنت فيد يوتيلايزيشن معناه ان الحيوان بياكل كام كيلو جرام دراي ماتر وبينتج قد ايه لبن، بياكل كام كيلو جرام دراي ماتر وبيزيد قد ايه في اليوم وزن لو هو حيوان تسمين وهكذا. فهو مهم جدا للفيد افيشنسي، للفيد افيشنسي. الميتابوليزم اوف فوسفور، الفوسفراس is more absorbed than calcium. احنا قلنا ان الكالسيوم والفوسفراس الاثنين divalent، divalent، لكن الكالسيوم قلنا كاتايون انما الفوسفراس انايون. divalent معنى ان الابسوربشن اقل من المونوفالنت، اقل من المونوفالنت. لكن يا ترى مين اللي بيمتص احسن، الكالسيوم ولا الفوسفراس في الروم في الرومنان؟ الفوسفراس is more absorbed than calcium. تقريبا الابسوربشن او الافيلابيليتي اوف فوسفراس في الرومنان بيكون في حدود 70%، انما الكالسيوم بيكون في حدود 45%. يبقى الفوسفراس is more absorbed than calcium. الابسوربشن بتاع الفوسفراس بيتم بالاكتيف والباسيف ديفيوجن. شرحنا الاكتيف والباسيف ديفيوجن بالنسبه للابسوربشن بتاع الكالسيوم. قلنا الباسيف ديفيوجن على حسب الكونسنتريشن اوف فوسفراس بيتم الابسوربشن بالباسيف ديفيوجن، اما الاكتيف ابسوربشن بيحتاج الى بايندينج بروتين، بيحتاج لبايندينج بروتين لانه بيتنقل من low concentration الى high concentration، فلازم حاجة تشيله من اللومن بتاع الانتستين الى الانتيروسايت وبعد كده للبلد. ايه هي العوامل factors affect phosphorus absorption؟ ايه هي العوامل اللي بتأثر في امتصاص الفوسفرس؟ اول حاجة dietary calcium level، قلنا دايما في علاقة ما بين الكالسيوم والفوسفرس. ربنا خلق الكالسيوم ضعف الفوسفرس في البلد، يعني تركيز الكالسيوم في البلد قلنا 10 ميلي جرام لكل ديسيليتر، ديسيليتر 100 ميلي بلد. تركيز الفوسفرس في البلد بيبقى 5 ميلي جرام لكل ديسيليتر. لذلك في الاكل دايما بالنسبة للرومنانت بخلي برضو تركيز الكالسيوم ضعف تركيز الفوسفراس في الاكل، يكون الكالسيوم 2:1 فوسفراس. الريشيو الطبيعية ديت بتحافظ على امتصاص الكالسيوم وتحافظ على امتصاص الفوسفراس.
لكن لو واحد عامل علف ومزود فيه الكالسيوم، ضايف حجر جير بكميات كبيرة في العلف، والريشيو دي زادت بقت وايد ريشيو كالسيوم اضعاف الفصة، او ان الحيوان ده بياكل ايجيبشن كلافر بكمية كبيرة في اليوم. الايجيبشن كلافر او الالفا الفا معروفين ان هما ليجيومز فوراج ريتش في الكالسيوم، فبتلاقي الريشيو ما بين الكالسيوم للفوسفراس ممكن في الايجيبشن كلافر تصل لعشرة الى واحد، يعني الكالسيوم يكون عشرة والفوسفراس واحد، ده بيقلل امتصاص الفوسفراس، بيقلل امتصاص الفوسفراس. ودي بروبلم عندنا عند الفلاحين في مصر، بيأكلوا كميات برسيم كتير جدا في اليوم، الحيوان بياخد كمية كالسيوم كتيرة فبتقلل الفوسفرس، يعني دي مشكلة موجودة عندنا. تاني حاجة الفايتك اسيد، الفايتك اسيد بيقلل امتصاص الفوسفرس لكن في النون رومينانت في البولتري والفيش، انما بالنسبة للرومينانت الرومن مايكروبز بروديوس فايتيز اسيد، فايتيز انزايم، الفايتيز انزايم ده بيفك الفوسفراس من الفايتك اسيد، بيفك الرابطة ما بين الفايتك اسيد وما بين الفوسفراس، لذلك الفايتك اسيد ما يعتبرش ضار بالنسبة للرومينانت، لان الرومن مايكروبز بتكسر الرابطة ما بين الفايتك اسيد والفوسفراس. انما في النون رومينانت البولتري والفيش لازم وانا بعمل عليها اكون على اساس افيلابل فوسفرس مش على اساس التوتال فوسفرس، يبقى انا عندي الفوسفرس موجود في الاكل على صورتين دلوقتي، صورة بنسموها فايتيت فوسفرس اللي هو الجزء من الفوسفرس ماسك مع الفايتك اسيد، والصورة التانية فري فوسفرس او اللي احنا بنسموه نون فايتيت فوسفرس او الافيلابل فوسفرس. طب يا ترى مين اللي اكتر في الاكل، هل الفايتات فوسفرس ولا الافيلابل فوسفرس؟ تلتين الفوسفرس اللي موجودين في الفيد بيبقى على هيئه فايتات فوسفرس، يعني ان افيلابل للنون رومينانت تلتين الفوسفرس. لو خدنا على سبيل المثال الكورن جرين، الكورن جرين التوتال فوسفرس بيبقى 25%، انما الافيلابل فوسفرس بيبقى 8%، جزء قليل خالص. لو اخدنا على سبيل المثال الصويا بين ميل، فوسفرس التوتال فوسفرس بيكون 65%، الافيلابل فوسفرس تقريبا ممكن يكون 28%. ماشي يا شباب. ثالث حاجه من الحاجات اللي بتاثر على امتصاص الفوسفرس فيتامين دي وفيتامين سي، فيتامين دي وفيتامين سي الاتنين بيزودوا امتصاص الفوسفرس، بيزودوا امتصاص الفوسفرس، لان فيتامين دي بيعمل استحساس للانتيروسايت ان هي تفرز بايندينج بروتين، البايندينج بروتين ديت بتشيل المينرالز من اللومن بتاع الانتستين الى الانتيروسايت بالاكتيف ابسوربشن، بالاكتيف ابسوربشن. طبعا فيتامين سي بيبقى حامضي بيزود الذوبان بتاعة المينرال، بيبقى حامضي بيزود ذوبان المينرال في الانتروسايت. عند المغنيسيوم والبوتاسيوم، المغنيسيوم والبوتاسيوم والاير بيتحدوا مع الفوسفرس وبيقللوا السولوبيلتي بتاعته فبيقللوا امتصاص الفوسفرس، يبقى المغنيسيوم بيتحد مع الفوسفرس لو هو موجود مغنيسيوم بكمية كبيرة، لو موجود بكمية كبيرة ازيد من احتياج الحيوان بتتحد مع الفوسفرس تكون مغنيسيوم فوسفيت بيقلل السولوبيلتي بتاع الفوسفرس، برضو بيتكون بوتاسيوم فوسفيت بيقلل السولوبيلتي بتاع الفوسفرس وهكذا. فوسفراس هوموستاسيس، يا ترى ايه اللي بيحافظ عن على الفوسفراس في الجسم ان يكون الليفل بتاعه في البلاد يكون ثابت من 4 ل 5 ملي جرام لكل ديسيليتر؟
اكيد فيه سيستم بيحكم الحاجه ديت، ان هو يظل الفوسفورس الليفل بتاعه نورمال عشان يؤدي الفانكشن بتاعته. اول حاجه السلايفا از ذا مين كونتريبيوتر اوف فوسفورس تو ذا جت. السلايفا بتبقى ريتش في الفوسفورس. السلايفا حيوان الرومنانت بيفرز سلايفا بكميه كبيره في اليوم. الفوسفورس اللي بينزل في الرومن قلنا انه ليه فانكشن بالنسبه للرومن مايكروب، وبيشتغل كبفر في الرومن ومهم للريبليكيشن اوف الرومن مايكروب. الابسوربشن بتاعه الفوسفورس بتتم ثرو السمول انتستين، والاكسكريشن اوف فوسفورس بيبقى من خلال مال الفيكال ماتر واليورين. قلنا برضو اللي بيعمل هوموستازيس او المهم للابسوربشن الميتابوليزم بتاعه فيتامين دي، فيتامين دي والباراثورمون هرمون. قلنا فيتامين دي زي ما بيعمل استحساس ل البايندنج بروتين، البايندنج بروتين للاكتف ابسوربشن للكالسيوم، برضو بيعمل استحساس للانتيروسايت ان هي تفرز بايندنج بروتين للاكتف ابسوربشن اوف فوسفورس. طبعا الباراثيرويد هرمون ليه علاقه بفيتامين دي زي ما شرحنا في الكالسيوم، ان الباراثورمون هرمون هو اللي بيعمل اكتيفيشن للفيتامين دي، هو اللي بيعمل اكتيفيشن لفيتامين دي. فوسفراس ريكويرمنت، احتياجات الحيوان من الفوسفورس. عند البرويلر تشيكن بيكون في حدود نص لاربعة من عشرة في المية. اللايرز والبريدرز بتكون 35% من 100%. ديري كاتل بيكون في حدود 4% من 10%. البيف كاتل من 2 من 10 ل 4 من 10%. الفيش يكون 45% من 100%. For non-ruminant الفوسفراس requirement is based on non-phytate phosphorus اللي هو الavailable phosphorus. دايما وانا بكون عليه non-ruminant poultry او fish دايما بعتمد على الavailable phosphorus، لان البولتري والفيش ما فيهاش فايتيز انزيم، ما فيهاش فايتيز انزيم، ما بتقدرش ان هي تفك الرابطه ما بين الفايتك اسيد والفوسفورس. لو لاحظنا في اللايرز والبريدرز التركيز الفوسفورس 35% من 100%، انما كانت بتحتاج كالسيوم 3.5% أو 4% كالسيوم علشان القشرة بتاعت البيضة كانت كالسيوم كربونات. هنا واحد هيقول ده الريشيو ما بين الكالسيوم للفوسفراس عالية خالص في اللايرز والبريدرز، هل هذا هيؤثر على امتصاص الفوسفراس؟ لا مش هيأثر على امتصاص الفوسفراس، لان الابسوربشن بتاع الكالسيوم في اللايرز والبريدر بيبقى عالي على اساس الاحتياجات بتاعتهم تبقى عاليه من الكالسيوم، تبقى عاليه من الكالسيوم. الريسبتورز بتاعت الكالسيوم ابسوربشن في اللايرز والبريدرز بيكون عددها كتير بالنسبه للكالسيوم، فمش هيأثر على امتصاص الفوسفورس، مش هيأثر على امتصاص الفوسفورس. Natural sources of phosphorus. Natural sources of فوسفراس. الفوسفراس بيبقى موجود بتركيزات عالية دايما في الفيد باي برودكت. الجرين باي برودكت زي الرايس بران والويت بران. الويت بران بيبقى فيها 1.3% فوسفراس. الويت بران بيبقى فيها 1.3% فوسفراس. برضو الاويل سيد ميل زي الصويا بين ميل بيبقى ريتش فيه الفوسفورس، بيبقى ريتش فيه الفوسفورس.
الميلك والانيمال برودكت بيبقوا ريتش في الفوسفورس. السبلمنتيشن اوف فوسفورس، سبلمنتيشن اوف فوسفورس، لو العليه دي ناقصه في الفوسفورس وعايز استخدم سبلمنت استخدم المونو كالسيوم فوسفيت، وده فيه 21% فوسفورس، او الداي كالسيوم فوسفيت وده فيه 18% فوسفورس، او الصوديوم داي بيزك فوسفيت وده فيه تقريبا 22% فوسفورس. في فرق ما بين الناتشرال سورسز بالنسبه للبلانت فيد و البروتين سبلمنت اوف انيمال سورس. البلانت فيد بيبقى الفوسفرس زي ما قلنا بيبقى تلتين الفوسفرس موجود على هيئة فوسفرس فايتيت، يعني فوسفرس وماسك فيه فايتك اسيد، الافيلابيلتي بتاعته بتبقى قليله. انما في الفوسفرس اللي موجود في الانيمال برودكت او الميلك بيبقى اوف هاي افيلابيلتي لان مفيش فايتك اسيد، مفيش فايتك اسيد. deficiency of phosphorus، يا ترى ايه هي الساينس اوف phosphorus deficiency على الحيوان؟ نقص الفوسفرس ايه اللي هي العلامات اللي هتظهر على الحيوان؟ اول حاجة decrease الابيتايت، لان احنا اخدنا ان الفوسفرس هام جدا للرومن مايكروبز، والرومن مايكروبز هي اللي مسؤولة عن هضم الفايبر، وان الاكل ما يركنش في الرومن ويعدي بسرعة فتزيد شهية الحيوان. بعد كده رف هير كوت، الحيوان بيبدو ان هو رف هير كوت، ان هو عنده سوء تغذية. دايما الفوسفرس بيبقى مرتبط بالبروتين في الاكل، يعني دايما نقص الفوسفرس بيبقى associated with نقص البروتين في الاكل، لان الفوسفرس بيبقى مرتبط برضو في الاكل او عالي في مصادر البروتين، عالي في مصادر البروتين للحيوان. decrease للفيد efficiency، يعني تلاقي الحيوان بياكل ومش بيحول كويس سواء كان للبن او للحم. decrease الويت جين والميلك برودكشن. infertility عدم خصوبة. دايما الفوسفراز زي ما احنا قلنا ان هو داخل في تكوين الفوسفوبروتين، وداخل في تكوين الفوسفوليبيد، وداخل في تكوين نيوكليك اسيد. الحاجات ديت مهمة جدا للريبليكيشن اوف سيل، مهمة لتكوين الفوليكل، مهمة لتكوين الفوليكل، ويبقى فيه ماتيور اوسايت كويسة، ومهم للفيرتلايزيشن. فالديفيشنسي الفوسفراز بيبقى فيه انفيرتيليتي، بيبقى فيه انفيرتيليتي. كل الاعراض السابقة ديت بنسميها جنرال ساينس، ما هيش هتحكم ان الحيوان تشخصه ان هو عنده نقص فوسفرس. انما من الحاجات اللي هي سبيسيفيك بقى في التشخيص ان تلاقي فيه ديبريفد ابيتايت. ديبريفد ابيتايت اللي احنا بنسميها بايكا، اللي هي انحراف الشهية. ديبريفد ابيتايت هتلاقي الحيوان ده بيعمل ليكنج لليورين، ايتنج الفيكال مطر، ليكنج الهير كوت، الحيوان قاعد بيلحس في شعره، درينكنج اليورين زي ما قلنا، ايتنج الفيكال مطر. اول اكتشاف لنقص الفوسفرس كانوا بيلاقوا الحيوانات اللي بترعى بتاكل عظم وبتقعد تلحس في العظم، الناس اللي هي يعني عظم الحيوانات، في انحراف للشهية، في انحراف للشهية. طيب لو واحد بقى ما اخدش باله من اعراض النقص ديت وساب الحيوان وما دورش عليه،
هيدخل في مشكلة كبيرة، وهي مشكلة الهايبوفوسفاتيميا. مشكلة الهايبوفوسفاتيميا تبدأ الأعراض ديت الديفيشن تزيد للفوسفرس، تبدأ الار بي تي تبدأ يحصل لها هيموليسيز، لأن الفوسفرس داخل في تكوين الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد دي داخلة في تكوين السيل ممبرين. مين اللي بيدي الجينيسيتي؟ للسيل ممبرين بتاع الخلية؟ هي المينرال. زي ما قلنا الفوسفرس هو اللي بيدي الجينيسيتي للعظم مع الكالسيوم. الفوسفرس برضو في جدار الخلية وجدار السيل اورجانيلز هو اللي بيدي الجينيسيتي للسيل ممبرين. فالديفيشنس الفوسفرس بيسهل على الار بي تيز ان يحصل لها هيموليسيز، ويحصل ريليز للهيموجلوبين. يزيد الهيموجلوبين يبدا يتفلتر مع اليورين، يبدا ينزل اليورين بتاع الحيوان فيه هيموجلوبين يوريا، بول لونه احمر زي الدم. دي هتبقى مشاكل كبيره بالنسبه للايه للحيوان. لكن التشخيص في الاول وان انت تعالجه في الاول هيبقى سهل، ديت صورة ايات فيجر لتركي، باين الفرق ما بين الاثنين. المفروض ان هم عم واحد، لكن واحد بياكل فوسفرس بنسبة بالانس فوسفرس في الدايت، والتاني بياكل ديفيشنت فوسفرس. هتلاقي ان في فرق واضح في النمو والميت الجروس البودويت جين، فرق واضح حتى في طول العظم، طول الفرخ اللي هو واكل بالانس فوسفرس اعلى من الفرخ اللي هو عنده ديفيشنس في الفوسفرس. هتلاقي حتى الفيزر بتاع النورمال، فوسفرس ليفل، تلاقي الفيزر سموس، انما الفرخ الثاني فيه رف فيزر. برضو في اعراض الريكس في اللارجمنت في الهوك جوينت، الفرخ اللي فيه ديفيشنسي للفوسفرس. على المستوى بقى الكلينيكي لو انت مشيت البرويلر التركي ده هتلاقي ان في ابنورمال موفمنت للديفيشنسي للفوسفرس، لان في اعراض ايه ريكس، في اعراض للريكس، وما بيقدرش يقف على رجليه لفتره طويله، ما بيقدرش يروح على الاكل والشرب كويس، وبيحصل ديكريز برضو الفيد انتيك وديكريز سكيل جروث، وده بيبقى بؤرة للأمراض الانفكشوال ديزيز في المزرعة، لأن مناعته بتقل من نقص التغذية، مناعته بتقل ويبدأ يكون سكسبتبل أكتر للأمراض المعدية. الاكسس اوف دايتري فوسفرس، ايه هي بقى مشاكل زيادة الفوسفرس في الدايت؟ امتى الاول اتوقع ان في زيادة الفوسفرس في الدايت؟ ان لو سألت الراجل دوت على العلف ممكن تلاقيه حاطط باي برودكت بكميات كبيرة في العلف. الحيوان ده ممكن ياكل ويت برام بكمية كبيرة في العلف، فاتوقع ان العلف يكون عالي في الفوسفرس، او الراجل مستخدم سابلمنت بكمية كبيرة من الفوسفرس. يا ترى ايه هي بقى المشاكل بتاعت زيادة الفوسفرس؟ اول حاجة اليوريناري كالكولاج، تكوين الحصوات، لان مستوى الفوسفرس بيزيد في الدم، الكلى بتبدأ تعمل اكسكريشن للفوسفرس، بيبدأ يتحد الكالسيوم مع الفوسفرس في اليوريناري تيبيولز ويكون تراي كالسيوم فوسفيت، تراي كالسيوم فوسفيت يبدا يترصف في الرينال تيبيولز يعمل يورينري كالكولاج. دي مشكله كبيره بتحصل في عجول التسمين. عجول التسمين بتاكل كميه دراي ماتر كتير في اليوم، لو الاكل بتاعها عالي في الفوسفراس، لو هي بتاكل باي برودكت بكميه كبيره، او واحد حاطط داي كالسيوم فوسفيت بكميه كبيره على الاكل، زي ما قلنا بيعلى مستوى الفوسفرس في الدم، والكلى هي المنوط بيها ان هي تحافظ على الكالسيوم الفوسفرس النورمال ريشيو في البلاد، تبدا تعمل اكسكريشن لهاي اماونت اوف فوسفرس في اليورين، يبدا
phosphorus bind with calcium في الرينال تبيولز ويكون تراي كالسيوم فوسفيت ويبدا يتكون حصوات. طبعا دي خساره اقتصاديه كبيره للحيوان لو جاله يورينري كالكولاي، يعني مشكله كبيره ممكن ما يكونش لها حل غير الجراحه والتكلفه عاليه. فالبريفنشن هيكون اسهل، البريفنشن هيكون اسهل وهيكون اوفر وهيكون اوفر. تاني مرض عندنا البيج هيد ديزيز، وده بيحصل في الهورس، بيحصل في الهورس بتلاقي العظم بتاع الهيد عشان يحافظ على مستوى الكالسيوم للفوسفرس 2:1 في الدم بدا يطلع الكالسيوم من العظم، بدا يطلع الكالسيوم من العظم وبتقل الدينستي بتاعه العظم، ويبقى في الاورجانيك مطر هي اللي كتيره في العظم والكالسيوم قليل، فبيبان الهيد ان هو على اساس ان هو ايه بيج هيد ديزيز، يعني راس متضخمه. ديكريز الكالسيوم والمغنيسيوم ابسوربشن، قلنا الميكانيزم بتاع ان الفوسفرس هيقلل امتصاص الكالسيوم، برضو ان هو بيتحد مع الكالسيوم في الانتستين ويكون تراي كالسيوم فوسفيت، ويكون تراي كالسيوم فوسفيت ويقلل امتصاص الكالسيوم، برضو بيتحد مع الفوسفرس ويكون مغنيسيوم فوسفيت ملح ويقلل امتصاص المغنيسيوم ناخد مع بعض المغنيسيوم. تعريف المغنيسيوم ده ماكرو مينرال داي فيلنت كاتايون كيميكال بروبرتيز والديستريبيوشن بتاع المغنيسيوم. المغنيسيوم كومباينز ويز سلفر فوسفورس اند كلورايد، يعني هنلاقي من الناتشرال سورسز هتلاقي فيه مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم فوسفيت، مغنيسيوم كلورايد، مغنيسيوم اوكسايد. من 60-70% of magnesium found in the skeleton وباقي المغنيسيوم بيبقى موجود في السوفت تيشو والفلويد. يبقى احنا دلوقتي السكيلتون لو جينا نجمع ايه هي المينرال اللي داخله في البون والتيس، خدنا الكالسيوم 99% في الكالسيوم في البون، من 80-85% في الفوسفرس في البون، من 60-70% في المغنيسيوم بيبقى موجود في البون. وقلنا فايدة المينرالز بالنسبة لايه للسكيلتون. النورمال ليفل للمغنيسيوم، النورمال ليفل للمغنيسيوم في البلد بيكون من 2-4 ميلي جرام لكل ديسيليتر. طب يا ترى المغنيسيوم بيبقى موجود في الفلويد في الجسم، موجود في اكسترا سيلولار فلويد ولا موجود في الانترا سيلولار فلويد؟ عند المغنيسيوم والبوتاسيوم الاثنين بيبقوا انترا سيلولار، المغنيسيوم والبوتاسيوم بيبقوا موجودين انترا سيلولار. فانكشن اوف مغنيسيوم، المغنيسيوم اول حاجة بيدخل في الاستراكشر في البون والتيث زيه زي الكالسيوم والفوسفورس. من الوظائف بقى الهامة للمغنيسيوم اللي هي هتبان في الديفيشنسي بعد كده للمغنيسيوم هو الماسل ريلاكسيشن. يبقى انا كان عندي الكالسيوم هو مسؤول عن الماسل كونتراكشن، انما اللي مسؤول عن الماسل ريلاكسيشن هو المغنيسيوم، ثالث فانكشن المغنيسيوم داخل في الانرجي ميتابوليزم، لكن داخل في الانرجي ميتابوليزم ازاي؟ ان هو داخل في الثيامين بايروفوسفيت، وبيخش في الانزيم اللي هي مسؤولة عن الفات اسيد اوكسيديشن وستنسيز. كان عندنا الفوسفرس برضو بيدخل في الانرجي ميتابوليزم، لكن الفوسفرس كان بيدخل في الاي تي بي والاي دي بي والام بي،
انما عندي المغنيسيوم داخل في الميتابوليزم بتاع الثيامين اللي هو فيتامين بي واحد، ومهم للاكسديشن الفاتي اسيدز والسينسيز الفاتي اسيدز. برضو المغنيسيوم مهم لتكوين البروتين، داخل الخلايا، بروتين سينسيز. برضو داخل في الاستراكشر بتاع الباراس هرمون، سينسيز. اخدنا برضو اهميه المغنيسيوم في الكالسيوم موبيلايزنج سيستم اللي احنا شرحناه مع الكالسيوم، هننوه عليه تاني دلوقتي. قلنا في البريفنشن للهايبوكالسيميا برفع المغنيسيوم بري بارتم 3 ويكس بري بارتم اب تو 4 من 10%، 4 من 10% المغنيسيوم، لان المغنيسيوم داخل في الاستراكشر اوف باراس هرمون. قلنا الباراس هرمون هو بيعمل اكتيفيشن للكوليكالسيفرول في الهيباتوسايت، بيحول فيتامين دي 3 في الهيباتوسايت الى 25 هيدروكسي كوليكالسيفرول. بعد كده الباراس هرمون بيعمل اكتيفيشن فيرذر اكتيفيشن لل 25 هيدروكسي كوليكالسيفرول في الرينال سيلز في الكيدني، ويكون 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفرول اللي احنا بنسموه الاكتيف فورم اوف فيتامين دي. الاكتيف فورم اوف فيتامين دي ده بيطلق عليه هرمون، ليه؟ لانه ليه ريسبتورز في الجسم. الاكتيف فورم اوف فيتامين دي ليه ريسبتورز في البون، وليه ريسبتورز في الانتروسايت، وليه ريسبتورز في الكيدني. الريسبتورز بتاعته في الانتروسايت قلنا ان هي استيموليت الانتروسايت تو بروديوس كالسيوم بايندينج بروتين، فوسفراس بايندينج بروتين. الريسبتورز بتاعته اللي موجوده في البون مسؤول عن الموبيلايزيشن اوف كالسيوم فروم بون تو بلاد. الريسبتورز بتاعته اللي موجوده في الكيدني مسؤول ان هو يعمل ري ابسوربشن للكالسيوم فروم رينال تيبيولز تو بلاد. يبقى وانا بعمل بريفنشن للهايبوكالسيميا قبل الولاده قلت ان انا بعمل استحساس او اكتيفيشن للكالسيوم موبيلايزنج سيستم. من ضمن النقاط اللي ذكرناها ان انا ارفع المغنيسيوم قبل الولادة up to 4 من 10%، ميتابوليزم اوف مغنيسيوم. الابسوربشن عندي باسيف ديفيوجن وعندي اكتيف ترانسبورت، شرحنا الفرق ما بين الاتنين قبل كده. الابسوربشن اوف مغنيسيوم بيتم ثرو الريتيكلورومين والسمول انتستين، فاكتورز افكت المغنيسيوم ابسوربشن. اول حاجه الكالسيوم، الاكسس اوف كالسيوم ديكريز المغنيسيوم ابسوربشن. ليه بقى الكالسيوم بيقلل امتصاص المغنيسيوم؟ لان الاثنين داي فالنت كاتايون ليهم نفس الريسبتورز اللي موجوده في الانتروسايت، فبيحصل كومبيتيشن على الابسوربشن سايت. الاثنين داي فالنت كاتايون، يبقى انا لازم اعمل بالانس في الدايت للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفرس. تاني حاجه الفوسفرس، زياده الفوسفرس بايند ويز مغنيسيوم فور انسولوبل صولت، فور مغنيسيوم فوسفيت. مغنيسيوم فوسفيت بيقلل امتصاص المغنيسيوم. الهاي دايتري بوتاسيوم، لان الاتنين بيعيشوا جوه الخليه، البوتاسيوم والمغنيسيوم بيكونوا انترا سيلولار. زياده المغنيسيوم تقلل البوتاسيوم، زيادة البوتاسيوم تقلل المغنيسيوم، لان الاتنين بيعملوا كومبيتيشن ان هما يكونوا موجودين جوه الخلية. يبقى انا اخد بالي ان زيادة البوتاسيوم ممكن تؤدي الى مغنيسيوم ديفيشن. البوتاسيوم ده بيبقى موجود كتير في الليجيومز فوراج، بيبقى موجود كتير في الكلافر، الايجيبشن كلافر
بيبقى ريتش في البوتاسيوم، بيصل ل 3% بوتاسيوم، فبيقلل امتصاص المغنيسيوم، فبيظهر على الحيوان نقص مغنيسيوم. يبقى من الامراض المشهورة عندنا في مصر نتيجة زيادة الاكل من البرسيم، قلنا قبل كده ان البرسيم ده عالي في الكالسيوم وممكن يؤدي بالهايبوفوسفاتيميا في الفوسفرس، برضو البرسيم ده عالي في البوتاسيوم، وعلوه في البوتاسيوم ده ممكن يكون ريسك، ممكن يكون ريسك ان الحيوان يدخل في نقص مغنيسيوم، ودي امراض مشهورة عندنا في مصر زي ما بقول. برضو زيادة البوتاسيوم اخدناها كريسك ان الحيوان يدخل في هايبوكالسيميا، لان البوتاسيوم ده بيعمل بلوك للباراثورمون هرمون ريسبتورز في الهيباتوسايت، يبقى انا اخد بالي ان الاكل يكون بالانسد في المينرال، يكون بالانسد في الكالسيوم والفوسفراس مغنيسيوم بوتاسيوم. والحاجه دي سهله، ما هيش صعب ان هو يقلل كميه الاكل من الكلافر، وان هو يستخدم سبلمنت، يستخدم كونسنتريت سبلمنت، هيلاقي الدنيا بتتغير معاه. رابع حاجة الفايتك اسيد، الفايتك اسيد ده برضو بيعتبر بيقلل امتصاص المغنيسيوم في النان رومينانت فقط. الانساتوريتد فاتي اسيد، الانساتوريتد فاتي اسيد لانها بتتحد مع المغنيسيوم في الرومين وتكون مغنيسيوم صولت اوف فاتي اسيد، زي ما كان بيتحد مع الكالسيوم وكون كالسيوم صولت اوف فاتي اسيد. الاكسس اوف صولت اسكيب للابوميزم، اسكيب للابوميزم مش هيحصل لها ديسوشيشن، فامتصاصها هيكون قليل. دايما السولت، السولت اوف فاتي اسيدز نورمالي، نورمالي ان هي بتتكون في الرومن، لكن التكون بتاعها في الرومن بكميات معينه، بكميات مناسبه. الكميات المناسبه ديت للهضم بتاعها في الابوميزم، هي هتنزل في الابوميزم هيبدا يحصل لها ديسوشيشن، ديسوشيشن يعني تفك من بعض، الكالسيوم يفك من الفاتي اسيد، المغنيسيوم يفك من الفاتي اسيد، المينرالز بتمتص لوحدها والفاتي اسيد بيمتص لوحده. انما نفترض السولت، السولت اوف فاتي اسيد، اكسس اوف سولت اوف فاتي اسيد، هيحصل اسكيب اوف سام اوف فاتي اسيد والمينرالز انديسوشيتد، مش هيمتصوا على هيئه سولت اوف فاتي اسيد، مش هيمتص على هيئه سولت اوف فاتي اسيد. سادس حاجه الهاي ديجريدابل بروتين، الهاي ديجريدابل بروتين بيأثر على الميتابوليزم بتاع المغنيسيوم، لان ديجريدابل بروتين الكتير في الرومن بيدي الامونيا، الامونيا دي بتمتص عبر الرومن وول بتروح للليفر وتكون يوريا، اليوريا ديت بتخلي الحيوان في حاله دايوريتيز، بيخلي الحيوان في حاله دايوريتيز. الدايوريتيز انكريز اليورين اوت بوت، انكريز المغنيسيوم اكسكريشن، انكريز المغنيسيوم اكسكريشن. في عوامل هنا كتير جدا ريسك لنقص المغنيسيوم بتبقى موجوده في حاله الفيدنج اون يونج ايجيبشن كلافر او اماتيور ايجيبشن كلافر. لو الحيوان دوت اكل اماتيور ايجيبشن كلافر، يعني برسيم عمره صغير، ربة البرسيم بتبقى عالية في البوتاسيوم وبتبقى عالية في الدجريدة والبروتين، فده بيبقى ريسك ليه نقص المغنيسيوم، ريسك ليه نقص المغنيسيوم. لازم اخد بالي من الحاجات دي، لازم اخد بالي من الفاكتورز اللي انا بقولها. الريكويرمنت، الريكويرمنت اوف مغنيسيوم، عندي دايما الاكل لو هو بالانسد في البروتين والانرجي فايبر، لو هو بالانسد مش بحتاج الى سابلمنت من المغنيسيوم. دايما الاكل لو هو متزن في البروتين والانرجي مش بحتاج لسابلمنت من المغنيسيوم، لكن الديفيشنسي المغنيسيوم زي ما قلت في الشريحه اللي قبل كده، لو الحيوان بياكل امبالانسد دايت، لو بياكل امبالانسد او امبالانسد دايت ممكن يدخل في نقص المغنيسيوم، يعني انا مش بحتاج لسبلمنت المغنيسيوم. عندي البولتري الاحتياج 6%، هو اكل الفراخ لو جيت تحسب المغنيسيوم هتلاقيه معدي 6%، هتلاقيه 2 من 10% مغنيسيوم، يعني
مغطي الاحتياجات بزيادة. البيف كاتل برضو لو هو بياكل اكل متزن هتلاقيه المغنيسيوم مغطي 2%. الديري كاتل هتلاقيه مغطي 2%. لكن الديري كاتل في الكلوز اب بيريود قبل الولادة، الكلوز اب بيريود قبل الولادة بثلاث اسابيع، برفع المغنيسيوم لاربعة من عشرة في المية، فاحتاج سبلمنت، احتاج سبلمنت. دايما بستخدم مغنيسيوم صلفيت قبل الولادة كسورس للسلفر ارفع له 4%، كسورس المغنيسيوم ان انا ارفعه الى 4%. احتياج السمك برضو 4%، اكل السمك هتلاقيه مغطي المغنيسيوم وبزيادة، مغطي المغنيسيوم وبزيادة. Natural sources of magnesium. The plant protein supplements are excellent sources. دايما البلانت بروتين سبلمنت زي الصويا بين ميل بيبقى excellent source of magnesium. The most cereal grains are fair sources of magnesium. بيتراوح من 13% إلى 22%. Magnesium content is normally higher in legumes than in grasses. يعني المغنيسيوم بيبقى اعلى في الكلافر عن الجراسز زي السايلج. المغنيسيوم بيبقى higher في legumes عن الجراسز. Deficiency of magnesium. Deficiency of magnesium عندي مرض جراس تيتاني او الهايبومغنيسيميا. مرض الجراس تيتاني اكتشفوه الحيوانات كانت بتطير على الجراسز، وجدوا ان في اعراض نيرفس ساينس وصادن ديس فسموه، يعني فيه تيتاني اعراض نيرفس ساينس فسموه جراس تيتاني او الهايبومغنيسيميا. برضو نقص المغنيسيوم بيحصل في الكافز في اليانج انيمال، العجول اللي هي بترضع لفتره طويله مش بتاكل كونسنتريت مع اللبن، فوجدوا برضو انه بيظهر تيتاني فسموه ميلك تيتاني. ليه العجول اللي هي بترضع لبن لفتره طويله؟ لان اللبن ديفيشنت فيه المغنيسيوم، برضو الجراسز قليله فيه المغنيسيوم، ويبقى فيها ديجريدا والبروتين عالي وفيها بوتاسيوم، فالحيوان بيدخل في نقص مغنيسيوم. ايه هي الساينس للديفيشنسي للمغنيسيوم؟ اغلبها تبقى نيرفس ساينس. عندي ماسكولار تريمورز، رعشه في العضلات، لان احنا قلنا المغنيسيوم هو المسؤول، عن الماسل ريلاكسيشن. غابت وظيفة المغنيسيوم فيبدأ يظهر تريمورز، ارتعاش للحيوان خاصة في منطقة الهيد، والنك. في نيرفس ساينس، الحيوان ما هوش مستريح، حيوان عصبي اكزايتابول. في كونفالجن، تشنجات. وايد بالبيبرال فيشر، اللي هو ما بين الابر اي ليد واللور اي ليد، تلاقي الحيوان زي اللي مبرع عينيه، وايد بالبيبرال فيشر، لان في كونتراكشن للماسلز بتاعت الابر اي ليد لفوق وفي كونتراكشن لللور اي ليد لتحت، فالحيوان هتلاقي السكليره بتاعت الحيوان باينه، الحيوان مبرع عينيه. في بلينكينج اوف ثيرد اي ليد، في حركه فيه. فروسينج ات ذا ماوس اند بروفيوس سلايفيشن شوينج. فروسينج على الماوس، الحيوانات ديت النفس بتاعها ما هوش مش عارفة تبلع السلايفة، في فروسي سلايفيشن. برضو لو سألت الراجل صاحب الحيوان دوت او الاعراض، هتلاقي الحيوان في lack of urination، lack of defecation، الحيوان في تشنجات حتى في السفنكتر بتاعت اليوريثرا، السفنكتر بتاعت الريكتم، فهتلاقي الحيوان ما هوش مستريح.
تريتمنت الحاجات دي انتوا ان شاء الله هتاخدوها بالتفصيل في امراض الباطنة سنة خمسة تريتمنت. لكن نبذة بسيطة ان انت ممكن تحقن مغنيسيوم صلفيت تركيز 20%، تحقن منه 200 لـ300 مللي تحت الجلد. طبعا المغنيسيوم ما ينفعش ان انت تحقنه انترافينوس لانه ممكن يعمل ريلاكسيشن للهارت وممكن الحيوان يموت، ما ينفعش ان انت تحقنه انترافينوس الا اذا كان معاه كالسيوم، كالسيوم ومغنيسيوم وبيتاخد سلولي، بيتاخد سلولي. انما تحت الجلد ممكن تحقن مغنيسيوم صلفيت تركيز 20%، ممكن تحقن منه 200 سم او 300 سم.